قبل أقل من 30 يوما على إجراء الانتخابات التي وصفت بالمصيرية، تتجه الأنظار من الداخل وحتى الخارج إلى شكلها كيف سيكون، إلى مخرجاتها، هل ستختلف عن سابقاتها؟ هل سيتغير سيناريو 18؟ المخاوف من التدخلات الإقليمية وتأثيرها على العملية الانتخابية تتصاعد، لكن ثمة متغيرات كثيرة فرضت نفسها ولا زالت على الساحة العراقية، أنتجت وستنتج واقعاً لا مفر منه، إما التغيير في التمثيل والمنهج أو تغيير شكل النظام برمته.